لو الحكاية فيها إن فيتو قد ولدت في السماء، أنت من روح طهور، لست من طين وماء، أنت حق، أنت قدس، أنت نور وضياء، إن سئلنا عنك قلنا ألف أنت وياء، لك حقا ابتداء إنما ليس انتهاء، فاطمئني واستريحي إنما المصلوب معك، إن أبواب الجحيم سوف لا تقوى عليك. شوف، مش هنبقى كنيسة واحدة بنفس الصلاة ونفس الأفكار، لكن التنوع ده مهم جدا. لكن كل الكنائس المشتركة في مجلس كنائس مصر هي كنائس تؤمن بالكتاب المقدس، تؤمن بالرب يسوع الذي تجسد في أرضنا وعاش في أرضنا ومات وقام وصعد إلى السماء وسيأتي ثانية ليأخذنا. كلنا نؤمن بهذا الأمر. الشيء الثاني أو الفكرة الثانية متعلقة بالبرنامج، والبرنامج كما تلي عما سمعنا من الصديق العزيز أبونا كمين ويليام قصة السامرية، والجزء اللي المفروض نتأمل فيه النهاردة أو الآية أنا مش هتأمل فيها لكن هاخدها بسرعة. كان يسوع قد تعب من السفر، كان يسوع قد تعب من السفر. يسوع جاء مشوار بعيد جدا، مشي مسافة كبيرة جدا عشان يروح للمرأة السامرية، عشان يبحث عن الآخر. من هو الآخر؟ الآخر هو كل إنسان غيري، كل إنسان غيري أنا مسؤول عنه. الرب يسوع كان إلى أن تم وضع اللائحة النهائية للمجلس، ومجلس كنائس مصر أعلن عن تأسيسه رسميا في 18 فبراير سنة 2013 يوم الخميس اللي بعد الجاي، هنحتفل بالعيد الثاني لمجلس كنائس مصر. مجلس كنائس مصر بيضم كل العائلات الكنسية في مصر، بيضم العائلة الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني، يضم العائلة الإنجيلية برئاسة سيادة الدكتور القس صفوت البياضي، يضم أيضا العائلة الكاثوليكية برئاسة غبطة البطريرك إبراهيم إسحاق، يضم العائلة عائلة الروم الأرثوذكس وأيضا غبطة البطريرك البابا ثيودوروس الثاني.